هذا زيارة يعني دايرين أسسوا كيف نشاركوا البلدان تنين ده في مجال التجارة. خليني أذكر لكم إحنا نيجيريا وتشاد قاعدين نخش شو يكونوا زون ديليفري شاش الزيليكاف. الزيليكاف ده يعني كل البلدان اللي أنا أفريقيا ده وقعوا كان يفك سوق واحد. كان أقول لك سوق واحد ده معناها يعني البناء انا نيجيريا تدخل في تشاد ده ما عنده درايف وبناء احنا تشاد يمشي في ده وده يكون مع كل البلدان احنا افريقيا. بالنسبه لده من بدري كان ما رتبنا برنامج يعني لنواجهوه شغل الجديد ده ممكن نكون خسرانين عشان ده العلاقه بين نيجيريا وتشاد ونسوي ترتيبات سوا عشان نواجه كيف التخيير اللي قدام ده عشان اختصار حقنا ما يهش.